بسم الله الرحمن الرحيم. So, wir haben unsere erste Lektion, Lektion 1 mit dem Buch Grammatik aktiv und die Personalpronomen, Ad-Damair. فلدينا ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Al-Ana, Anta, Hua, Hier, Al-Muhayyid, Nahnu, Hum, أو نحن أنتم هم والاحترام الذي بالمصري حضرتك. ترون أيضا الإشارة لفائها لكن بطيئة. طيب البيرسون 1 كما قلنا في الدرس الماضي إيش عندما يكون سينجولا فيا عندما يكون جمع أنا ونحن. الـ2 المتكلم du أو sie ihr sie أنت حضرتك وأنتم وحضرتكم. dritte Person الغائب er sie es هو هي والمحيط والزي في الجمع. نحاول أن نتدرب على النطق فالجميع يقرأ الضمائر. Frau Handa, können Sie bitte lesen? ممكن تقرأوا. Ja, السلام عليكم. وعليكم السلام. Er, ich, wir, du, sie, ihr, sie, er, sie, es, sie. تمام. هو في ألمانيا في نطقين للإغ. في برلين مثلا نستخدم الغين. أما في البايرن في الجنوب نستخدم الـ R كما قلتم. تمام؟ فـ R لما نكون مثلا في برلين و R لما نكون في النمسا في سويسرا أو في جنوب ألمانيا. طيب أستاذ محمود تمام. قاسم تفضل. طيب أستاذة رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش فيا دو إيا زي إيا زي إس زي. كنو بيرفكت. لو أحد ممكن يشرح الأستاذة شيماء كيف تفعل الصوت يكون جيد. طيب هي خرجت. أستاذ عهود كان زي بيت ليزن. إيش ويا دو زي دو يا زي زي إل زي إس زي. كنو زوبا. في جين غونتا. بالضبط. طبعا هنا لدينا خنوما في زخم الضمائر للأشياء. نقول داس مسا السكينة فيكون للمحايد أو للمحايد الضمير اس. مثلا داس مسا است شارف السكينة حادة نقول اس است شارف. دي جابل الشوكة مؤنث زي دي جابل است دوت مثلا الشوكة هناك. زي است دوت. دا لفل الصوت لو سمحت. دا لفل الملعقة إير مذكر فنقول دا لفل است زاوبا مثلا. الملعقة نظيفة إير است زاوبا. بعدين دي تاسن زي الأكواب زي هم دي تاسن. نذهب الآن للتدريبات. طبعا كان لدينا وظيفة فالجميع أظن حل لها حتى أنا حليتها. أينس أجنسن زي دي كونوم أكمل الضمائر. طبعا الذي يبدأ هكذا جديد في الكتاب
كتاب ولا يعرف يفهم شيء فيكتب هذه الأشياء يعني يكتب مثلا أجنسن أن معناها يكمل هو أكمل ديب هونوما الضمائر بحيث عندما يأتي في التدريبات الأخرى يستطيع أن يرجع للترجمة فبما أنه حلينا سأقرأها مباشرة والصفحة التالية ستكون لكم sprechen deutsch sie sprechen deutsch يعني هم يتكلمون الألمانية haben Zeit haben sie Zeit الزي هنا كبيرة haben sie يعني أنتم حضرتكم Zeit 3 hilfst mir hilfst du mir هل تساعدني أو هل يمكنك المساعدة يعني ist programmierer مبرمج programmierer مبرمج ف er ist programmierer هو مبرمج لو أحد يستطيع أن يكتب للأستاذة شيماء أن تضغط على المايك بعدين تفاي أجنسن زي دي برونومن أكمل البرونوم من جديد Das ist Herr Gupta Er kommt aus Indien هو يأتي من الهند Er kommt aus Indien فنحط er. Das ist Frau Kyoka. Sie kommt aus Japan. هذه السيدة كيوكا وهي تأتي من اليابان. Herr Gupta und Frau Kyoka sind in Berlin. السيد جوبتا والسيدة كيوكا هما في برلين. Sie lernen Deutsch. هما يدرسان الألمانية. Sie lernen Deutsch. 2. Hallo, Anna, woher kommst du? مرحبا أنا من أين تأتي؟ Du Ich komme aus New York أنا آتي من نيويورك Mark und Dominik Wo wohnt ihr? Mark ودومينيك أين تسكنان؟ أو تسكنون أنتم؟ Wir wohnen in Frankfurt نحن نسكن في فرانكفورت Nummer 4. Guten Tag. Wie heißen Sie? Marhaban, أو يوم سعيد. ما اسمكم؟ أو ما اسم حضرتكم؟ Guten Tag. Ich heiße Berger. أنا اسمي Berger. Roland Berger. Okay. أظن حلت المشكلة. الحمد لله. طيب. الآن ergänzen Sie die Pronomen. Frau Meier geht einkaufen. تذهب للتسويق. Kauft Gemüse und Obst. تشتري الخضروات والفواكه. Herr Abdullah. Ramon. تمام. Frau Meier geht einkaufen. Kauft Gemüse und Obst. Genau. Was legen wir? Welchen Pronomen? Ey, Damir, Nudif? Sie. Genau, super. Sie kauft Gemüse und Obst. Hier. Nummer zwei, Frau Handa. Ja, Peter und Paul gehen heute nicht zur Schule, sie haben Ferien. Ferien. Genau, super. Peter und Paula, لا يذهبان إلى المدرسة, هم لديهم عطلة أو إجازة. ليس احتفال. الاحتفال فاير أو فست. أما فيرين إجازة وعطلة. فيرين. Okay. Frau Ruqya, Nummer 3. Frau Meier, wo arbeiten Sie? Entschuldigung. Frau Meier. Meier? Ja. Genau. Frau Meier, wo arbeiten Sie?
Ich arbeite in einer Bank. Genau. Frau Meier, أين تعملون؟ حضرتكم يعني؟ أنا أعمل في البنك. Frau Scheima, Nummer 4. طيب. يعني لازم تضغطوا على المايك. طيب Frau عمود. Nummer 4. Genau, Nummer 4. Marie, kommst du bitte? Nein, ich habe keine Zeit. Genau, richtig. Okay, kein Problem, Frau Schema. La Muschkina. Marie, kommst du bitte? هل تأتي لو سمحت? Nein, ich habe keine Zeit. ليس لدي. أنا ليس لدي وقت. طيب, jetzt 4. In der Wohnung. Für Second, ergänzen Sie die Pronomen. Nummer 1. Der Schrank ist teuer. الخزانة أو الدولاب غالي. Kommt aus Italien. يأتي من إيطاليا. Herr Abdullah. Das Regal ist praktisch. Nummer 1. Der Schrank ist teuer. أنا لم أقرأ الضمير. أوكي تمام. Der Schrank ist teuer. Er kommt aus Italien. Genau, super. Frau Handa, Nummer 2. Das Regal ist praktisch. Ist praktisch. Es kostet 9 Euro. Okay. Das Regal ist praktisch. الرف. الرف. سعر. هو genau سعره أو هو يكلف 49 يورو. Frau رقية. Nummer 3. Die Lampe ist neu. Sie ist modern. Die Lampe ist neu. Tamam. Die Lampe ist neu. Lampe جديدة. Sie ist modern hier. على موضة أو جديد. يعني. Nummer 4. Frau Scheima. يمكنكم استخدام المايك الآن ولا لسه؟ طيب. Frau عمود Nummer 4. Das sind 4 Stühle. Sie kostet nur 100 Euro. Sie kosten. أنا سمعت kostet. أنا قلت kostet. Das sind 4 Stühle. هذه 4 كراسي. Sie, يعني هم, يكلفون 100 يورو. Nummer 5, Herr Abdullah, Nummer 5. Die Sitze sind sehr bequem. Mhm. Sie sind günstig. Günstig. Tanja, Sie sind. Tamam. Sie sind günstig. Günstig, tamam. Tamam. طيب, die Sessel, المفرد. Singular. Ein Sessel. Ich denke, das ist. Nein, ich glaube, das ist Plural. تمام. دي سيسل اس بلورال. واس است دي سينجولار؟ ما هو المفرد؟ دي سيسل سينجولار است دي سيسل دي است وزين ده تكون است. تمام. لكن انا قصدي انه دي سيسل المفرد تبعه دي سيسل.
مذكر der Sessel. السسل يبقى كما هو لكن الأداة تتغير. أوكي. أظن Frau Handler Nummer 5. Ja. Der Tisch da ist schön, aber er ist klein. أوكي. أظن لم نترجم بعد الخمسة. Die Sessel, الأريكة والكنباية مثلاً sind sehr bequem. هم مريحون جداً. Und sie sind günstig. وهم رخيص. Der Tisch da, الطاولة هناك, ist schön, جميلة. Aber, لكن هو صغير. أوكي. طبعاً كل ما ننتهي من التدريب يمكنكم السؤال. نمرة 5 in der Stadt في المدينة ergänzen Sie die Pronomen. أكمل الانضمار. إلينا هلو ماريو. هو است ماري. مرحبا ماريو. أين ماري؟ ماريو فراو روبيا. زي كومت شبيتر und wann kommt bitte. بيتر. بيتا. تمام. فالاي لازم نمدها. هي في بعض الإشارات أحيانا تدل أنه لازم نمد. مثلا مغي حطينا الاي بعد الاي فهذا للمد مغي. طيب قلنا زي كومت شبيتر هي تأتي متأخرا und wann kommt بيتا ومتى يأتي بيتا. إلينا أو شيما عرفتم الآن استخدام المايك ولا لسه؟ لو سمحت تسمعني الآن. ماريو 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 هنا السؤال. يوجد سؤال؟ كان تسمعني الآن؟ نعم أسمعكم. طيب لينا زي كونت هايتي نيشت زي هات كايني لست اللست. تمام. لكن إلينا هي التي تتكلم والسؤال قبل ذلك كان فان كوم بيتا وبيتا شخص يعني رجل. اوكي. فلن يكون زي وإنما ظننت نعم معي فبيتا فنستخدم أي ضمير ويشن ونومن لحظة أتذكر عيني نسيت هو بالألماني هو نسيت. Okay, er. Er kommt. Er kommt heute nicht. Okay. Genau. Er kommt heute nicht, weil er jetzt hier ist. Er hat keine Lust. Lässt er dich nicht? Ja. Okay. Okay, super. Elan Mario, Frau Ornhut. Dann gehen Sie alleine ins Café und trinken einen Kaffee. طيب ما هي الترجمة؟ لو قلنا dann gehen Sie alleine ins Café und trinken einen Kaffee. هو ثم يذهب تذهب هي لتناول القهوة في الكافيه لوحدها. لكن ماريو هو الذي يكلم يعني يقول لي إلينا اذهب لوحدك. هو ماريو الذي يتكلم لأنه لدينا ماريو بعدين نقطتين. أوكي. زاكت ماريو سو إلينا كي علينا إنس كافي يعني هل يقول اذهبي أنت لوحدك؟ أنا هذهب لوحدي. هو بيقول بيتكلم عن نفسه يعني ولا بيتكلم عن الباقيين؟ تنقيهن زي بتقول إن هي جمع بيشربوا قهوة. نحن لازم نعرف السيناريو.
ايوه هي نعم ثم نذهب الى الكافيه. طب لحظه هي بصي، هي جيهن دي بتقول ان هي جمع، والاي في اخر الاليني دي بتقول ان هي جمع برضه. هو لدينا إلينا وهي تسأل أين ماري، فماريو يقول هي ستتأخر، ويسأل بعد ذلك عن بيتر، فتقول إلينا هو لن يأتي. الآن ماريو يعني سيقول اذهبي أنت ولا أذهب أنا لوحدي ولا نحن؟ نحن نحن، فنقول دان جيهن فيا فيا علينا إنس كافين، يعني نذهب بدون بيتر وبدون ماري. Guten Tag. Was müssen? Ustaz Shima, لو سمحت. الكلنا الآن، نحن وصلنا عند من؟ أستاذ عهود قرأت ماريو. الآن أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، أنتم معنا؟ أنا مش فاهمة حاجة. نحن نفعلها بالدور، فالآن الترتيب عند الأستاذ عبد الله أظن. طيب أستاذة هندة. كنت أنت was möchten guten Tag. Was möchten Sie? Genau. Elena und Mario, Sie nehmen einen Kaffee? Sie und wir. Sie nehmen einen Kaffee. Sie genau. nehmen. الكلنر الجارسون يقول Guten Tag, مرحبا. Was möchten Sie? ماذا تريدون حضرتكم؟ Sie. فإلينا وماريو يقولون wir nehmen einen Kaffee. Wir. Okay. Möchten Sie auch... Frau Schema, لو سمحت، يعني نحن نفعلها بالدور، فكل واحد يقرأ جملة. تمام؟ أنا طبعاً لا أستطيع أن أركز كثيراً على الشات. أوكي. يعني هو أنا أتكلم؟ أنا سأنادي، يعني كل واحد يأتي على الدور، أنا أناديه ويقول فضل. أوكي. الآن أستاذ رقية الكلنر. اللي هي ثالث جملة كلنر؟ بالضبط. زبط نمرة دغاية الثالثة. Möchten Sie auch Kuchen؟ Kuchen بالضمة. Kuchen. Genau. Kuchen, sie ist sehr gut. Der Kuchen. Er ist sehr gut. Genau. فالجرسون يقول möchten Sie auch Kuchen? هل تريدون أيضا الكعك؟ Er ist sehr gut. هو جيد جدا. الآن إلينا. أستاذة شيماء. الآن دوركم. لازم تفتح المايك الآن. تسمعني الآن؟ تمام أسمعكم. طيب أي جملة، لأني كنت مركزة على الشات أكثر. Möchten Sie auch oder lieber? Nein. Nehme ich auch nur einen Kaffee. Mayo. لا الذي فيه اليد، لو ترون اليد عند إلينا
ناين دانك، بعدين فراغ، ناين مشت دانكي. كاين كوكو. اوكي ناين دانكي. اوكي ناين دانكي مشتي كانن كوكو. الجارسون سيقول يعني قال هل تريد أن تلعب؟ فهي تقول لا أنا لا أريد، أنا بالألمانية. إيش؟ تمام، إيش مشت كاينن كوكو. فهي الآن تسأل إيش؟ مريم هل تريد أنت كاك؟ فتكون مشت. دو مشت ستو مريم. الآن أستاذة عمود ماريو. ماريو نايم إش نيمي أوخ نوا باينين كافي كنو زوبا. الآن ننتقل للأسفل، أرجو أن ننتهي خلال 10 دقائق من 6 و7. فامل أودا إن فامل، المحترم أو غير المحترم، زي أودا دو، يعني حضرتكم ولا أنت، زي ولا إيا، حضرتكم أو أنتم. أجنسن زي، فأنا راس ماخست هير عبد الله. أنا راس مش أنا راس مش 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 دو مش ثانية أنا راس ماخست دو. تمام ممتاز، راس ماخست دو. ماذا تفعل أنت؟ بعدين ما هي الإجابة؟ إيش سافا ein bisschen ولا bisschen im Internet. أنا أتبحر قليلا أو أبحث على النت. الآن نمرة 2 فراو هاندا. فراو شميدت was machen Sie؟ Ich schreibe gerade eine E-Mail. Genau. Frau Schmidt, was machen Sie? Was machen Sie? Was machen Sie? Was machen Sie? Ich schreibe gerade eine E-Mail. Ich schreibe gerade eine E-Mail. Frau Ruchia. Daniel und Anna. Anna, was macht ihr? Wir surfen im Internet. تمام. Surfen. يعني هو هنا بما أنه كلمة إنجليزية مثل السين، مع أن الأس غالبا أو في الألمانية تكون زال. زونا مثلا. أستاذ عبد الله لو سمحت لو أغلقت المايك يكون جيد. دانيال und أنا. Was macht ihr? ماذا تفعلون أنتم؟ Wir surfen im Internet. نحن نتبحر أو نبحث في النت. أوكي نمرة 4 فراو شيماء دوركم. هير مايا und Frau Schmidt was machen ihr was machen ihr nicht ihr. لو كان ihr كان was macht ihr، لكن هي هنا مخبر. بس مخين. هو يتكلم مع اثنين. بالضبط. لكن بالاحترام. زي. ممتاز. فهي مايا und Frau Schmidt. ماذا تفعلون حضرتكم؟ بس مخين زي. اوكي. والإجابة wir lesen gerade eine E-Mail. نحن نقرأ حاليا E-Mail. Okay, Nummer 7. Was bedeutet sie Tambal? هو الاسم Frau Schmidt ولا Schmidt? Schmidt. يعني كأن الD غير موجودة. زي Stadt. ممتاز، genau. زي Stadt. Danke. Bitte schön. Okay, was bedeutet sie und sie? الزي الصغيرة كما قلنا أنتم أو هم، يعني هم، والزي الكبيرة حضرتكم. Schreiben Sie die Person oder Sache. اكتب الشخص أو الشيء. فهير لندنا kommen Sie bitte herein.
Das ist meine Frau Karina. ادخلوا لو سمحت حضراتكم. فهذا عائد لل common يعني Frau Penira. لو سمحت رين. Das ist meine Frau Karina. هذه زوجتي كارينا. Herr Abdullah, können Sie lesen? Und تمام هو احنا فين بالظبط صح؟ نعم اقول او فين بالظبط عشان ما كنتش مش معاكم بس طيب هو هير ليندنر يقول كومن سي بيتا هيرين يعني ادخلوا لو سمحت وهو يخاطب فرو بينيفا داس اس ماي فرو كارينا هذه زوجتي كارينا فممكن تقرا الجمله الثانيه السطر الثاني تمام und das sind unsere Kinder Das ist Anna. Sie, Anna, dran, kann ich kann oder? Tamam, fadal. Kamel. Sie ist, ممكن الفهم أو الموس ما؟ سبايكي ولا؟ Sie ist, sie ist zwei Monate. Monate alt und das ist Lukas. Er ist drei. Tamam. Sie, عائد لمن؟ على انا كده زبطه فالزي انا هي مش فرو انا لانه انا هي الطفله بس und das sind unsere Kinder وهذه اطفال das ist انا هذه انا sie ist zwei Monate alt يعني هي شهرين فقط und das ist Lukas er ist drei هو ثلاثه تمام يبقى انا اوكي الان فرو بينيفا فرو هاندا او sie ist oder sie sind süß الزي عائد لمن؟ على الفاميلي على الكندا جينو أنا ولوكاس زيس زيس يعني مثل سكر أو حلو يعني هم حلوين أيوة تمام هير ليندنا und Karina das ist Olga Pineva sie ist eine Kollegin von mir. Sie, Frau Rukia, عائد لمن؟ Olga Pineva. Genau, richtig. Und Karina, das ist Olga Pineva. هذه Olga Pineva, sie ist eine Kollegin, hier Samila von mir. Minni. Sie kommt aus Bulgarien. Frau Schema, sie. عائد إلى من؟ زي لزميلته كارينا أو عند كارينا داس است أولغا بينيفا زي است أني كوريجين بينيفا is أولغا بينيفا هي is she is like his colleague so كوريجين von mir طيب هل لندنا تخاطب كارينا وتقول هذه الشخصية الثالثة أولغا بينيفا هذه هي أولغا بينيفا فيتكلم وتقول أن أولغا بينيفا تأتي من بلغاريا زي كومت أوس بلغاريا ممتاز فراو أنهوت فراو ليندنا sagt تقول guten tag فراو بينيفا او danke ich mag blumen sehr gerne يعني مرحبا سيدة بينيفا شكرا أنا أحب الزهور كثيرا Sie sind wunderschön. هذا يعود إلى ماذا؟ نعود من فراو ليندنا هي تقول Guten Tag فراو بينيفا مرحبا السيدة بينيفا او دانكا او شكرا Ich mag Blumen sehr gerne أحب الزهور كثيرا طبعا الجانا ممكن نقول جان وجانا الاثنين ممكن Sie sind wunderschön هم جميل الآن تفضلوا الزي عايدة على البلومن تمام زي يعني دي بلوم زنت وندرشن سوبر الآن فراو هاندا setzen yeah. Sie sich doch bitte ممكن
sind sie ممكن برضو البلومة نقول الزهور اجلسوا لا لا هو بيقول له هو اه لا اه طبعا ستة وكان فينا ال هو لدينا فخولنا ولدينا فخوبينيرا فلدينا خيارين إما أن الفخوبينيرا تخاطب نفسها أو تخاطب فخوبينيرا هي ليندا لين فراو ليندنا نعم. بتقول لها بتقول للفراو بينيفا ممكن تجلسي هنا بالضبط فزيتسن زي زيش doch bitte هذا الخطاب لفراو بينيفا لفراو اوكي الأخير طيب فراو رقية möchten Sie etwas trinken? تبقى برضو اللي فقوة بنفا. Genau. تعرفون الترجمة؟ möchten Sie etwas trinken؟ يعني تشربي حاجة يعني؟ Genau. أو حضرتكم. لأنه زي. وإلا كانت möchtest du etwas trinken؟ حضرتك تشربي حاجة؟ صحابي يعني مشت. تمام لو كانوا صحاب كانوا يقولون أنت أو أنت يعني möchtest du etwas trinken لكن هو هنا للاحترام ف möchten Sie etwas trinken هل تريدون حضرتكم أن تشربوا حاجة؟ Okay, hier sind wir zu Ende الآن هنا ننتهي اليوم hat jemand Fragen؟ أحد لديه أسئلة؟ في المادة يعني؟ Nein, danke. Bitte schön. Dann bleiben wir hier inshallah stehen. Alhamdulillah.